جائزة سرد الذهب تحتفي بالفائزين من مصر ومن المغرب ومن فرنسا وطبعا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الاحتفاء الذي يرعاه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يجسد أيضا الحرص الشديد على أهمية السرد بشكل عام، الحكايات على نحو أساسي، لأنها في الواقع تقود إلى فهم أعمق للثقافة العربية وإلى الحكاية والحكايات الشعبية. تأتي هذه الجائزة لتقدر المبدعين والكتاب، تشجعهم على مواصلة العمل في هذا القطاع المهم. نبارك لكل الفائزين هذا الفوز. شاركتنا في سرد الذهب في قسم السرد البصري. الفيلم الفائز طبعا الزهرة التي لا تموت، هو حديث بصري حول الزهرة على ثياب الأمهات، الزهور على أبواب بيوتنا، يعني خذيناها من باب التاريخي، اكتشفنا أن كل الزهور هذه الزهرة موجودة على أبواب بيوتنا من سنين طويلة، وهذه الزهرة لين اليوم موجودة على ثياب الأمهات، فهي الزهرة التي لا تموت. وأنا أعتقد أن دائما مع الجائزة وبوجود جائزة مثل هذه، هاي تأكد على بعض الأمور المهمة، أن نحن اليوم في مرحلة أن نروي قصصنا للعالم، هذه مرحلة مهمة جدا. الجائزة أهميتها أنه تقدم هذه المرحلة للناس. هذه المبادرة القيمة الشجاعة في تحفيز المبدعين على صعيد العالم العربي، وجعل دائما الإبداع في صالح التنمية، تنمية المجتمعات العربية. الجائزة جائزة متميزة لكونها يعني لها بعد أكاديمي علمي متميز. ثانيا أهديها هذه الجائزة لكل المغاربة ولكل المبدعين في العالم العربي. فزت اليوم بجائزة سرد الذهب عن فرع السرود الشعبية، سعيد جدا في الحقيقة بهذا الفوز، وأيضا سعيد بأن تكون هذه الدورة الأولى التي أفوز فيها. الجائزة أعتقد هي حافز كبير ودافع لأن نبدع ونأتي بالمزيد إن شاء الله. أعتقد المسابقة تدفع إلى مزيد من الإنتاج والإبداع في هذا المجال السردي، خصوصا وأن السرد كان يركز أكثر على الرواية وغيرها، ولكن هنا يركز على فروع أخرى مثل القصة القصيرة ومثل السرد الشعبي ومثل أيضا الرواية الشفهية. الجائزة مميزة ولها تسد يعني ثغرة كبيرة في الحقيقة في هذا المجال بالذات.